النزهة. شكرا يا بيانو لإصلاح أحمر. عفوا يا ميمو يا صديقي، والآن علينا إعادة أحمر إلى المنزل. ألا تشعر بتحسن؟ صوته تحسن كثيرا. بيانو، أنت أحسن رجل صيانة في العالم. سنضع هذه العجلات تحت أحمر ونحركه إلى عربتي. افرح يا أحمر، نزهة أخرى في عربة بيانو. أنا مصر على أن أدير هذا المحل، كل شيء تحت السيطرة، لا تقلق مطلقاً. حسناً، هذا جميل. المحل ومخزن الخشب مغلقان اليوم، راقب كل شيء وكن يقظاً. لم نأخذ يوماً واحداً أجازة منذ أعوام. أمس بنينا ذلك السد الكبير، لم نبني هذا الطراز من قبل، إنه شديد الدقة، أنا معجب به جداً. انظر إليه. حان الوقت، هيا بنا. حسناً حسناً، الصبر جميل. الآن هذه أرقام هواتف الطوارئ، تذكر ألا تستعمل الموقد، وإذا أشعلته يجب أن تطفئه، ولا تأكل كل المخللات، نحتاجها إلى الغداء، ولا تستعمل حوض المطبخ لغسل قدميك، إذا أمطرت ستجد قبعة بالداخل، وإذا اشتد الحر ستجد قبعة. أول وظيفة لي كجليس منزل، سأرعى هذا المكان كله وأحافظ على النظام والنظافة والهدوء. يا له من سد جميل. أنا سأجتهد. لا. أهلا بيبو، هل المحل مفتوح؟ كيكي، أنا سعيد لرؤيتك. زعتر وكيمو غائبان اليوم، وهناك تسريب خطير في السد. كنت سأتصل الآن بالطوارئ. لقد أصلح ميمو تسريباً الأسبوع الماضي، إنه عند بيانو، سأتصل به. هو يا إلهي، يمكن أن أخذ أحمر في نزهة على تلك العجلات. أنا سأرد. ألو، بيانو لصيانة كل شيء. يقول لك أحمر أنه سيأخذك في نزهة في المدينة لتشاهد محل تيتو الذي نشتري منه البقالة، والمكتبة التي نستعير منها الكتب، وكذلك سنشاهد. ميمو، إنها كيكي على الهاتف، تقول إنها وبيبو يحتاجان لمساعدتك فورا، يوجد تسريب، هل أنت سبك؟ أخبرني بسرعة. لقد أخبرت كيكي أنني أصلحت خرطوم الحديقة بقطعة علكة، أرجو أن تكون معهما قطعة علكة. مرحبا يا ميمو، إنه سد القنادس، يوجد به تسريب. ميمو، يجب أن تحضر فورا، إنه سد كيمو الجديد، لقد وضعت يدي في مكان التسريب. هل تؤلمك؟ لا، ولكني لا أتحرك. كيكي تقول إنك أصلحت تسريباً. صحيح، لكن لا أعلم إن كانت العلكة تصلح السد الخشبي. لا توجد معنا علكة. لا تقلقي، أنا قادم. كنا على وشك أن نوصل أحمر إلى المنزل، لكن سنأتي أولاً. ربما كانت هناك بعض العلكة في المحل. لا تقلق، سيحضراني بعد قليل. أحمر، أول مكان نزوره هو مخزن أخشاب شركة القناديس المتحدة. في هذا المكان وضع تيتو قدمه في خلية نحل. تسريب آخر. سددته. وهنا يا أحمر، وجدنا الكنز خلال مسابقة السيد ميتو الصيف الماضي. ما حكاية هذا السد؟ هل هو من تصميم كيمو؟ قال إن السد القديم كان يملأه الطين والقش، فصنع هذا السد الجديد الحديث. ربما أمكنني أن أسحب جناحي ببطء. نحن هنا. ماذا سيحدث إذا انصرفنا؟ لا يمكن أن ننصرف، ستفيض البحيرة والكل كما تعلمين سيلقي علي باللوم. هل رأيت الأخوين قندس اليوم؟ أنا أريد شراء بعض المسامير منهم. السيد ميتو، النجدة، السد لا يعمل. لو انكسر فستغرق هذه المنطقة، حتى هذا المحل. كل هذا بسبب فرع صغير. لن نتأخر يا أحمر. ما العمل الآن؟ يمكنك أن تساعد هنا. لا، البحيرة ستفيض وتغرق المكان، وكل هذا بسببي.
هل يمكن للبحيرة أن تفيض مثل حوض الاستحمام دون سدادة؟ أعتقد أنها يمكن أن تصل حتى المحل فقط، لكن المنزل سيغرق تماماً. حسناً، هيا نصلحه. أكيد، رائع. أحتاج إلى سدادة كبيرة، أكبر سدادة عملاقة في المدينة. بيانو، هل هناك برميل في عربتك؟ أنا قادم. واو، أين أحمر؟ 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 لابد أنه ذهب في نزهة، لكنه لم يفعل ذلك من قبل. لم تكن عنده عجلات من قبل كذلك. ميمو، بيانو، أسرعا. يجب أن نفعل ذلك حتى أذهب للبحث عن أحمر، فهو لم يذهب إلى الغابة من قبل. لقد كدنا أن نغرق. من كان يصدق أن هذه الفكرة ستنجح؟ إلى أين هو الذاهب؟ ليبحث عن أحمر، إنه ليس في العربة. أحمر، أحمر، لابد أن أجده. سآتي معك. لا، ابقى هنا واطلق آلة التنبيه إذا جاء أحمر. بيانو، ميمو، إنه يسرب مرة أخرى. مسكين أحمر، لابد أنه يشعر بالحر. لو كنت ثلاجة دون كهرباء لبحثت عن مكان ظليل، مكان به شجر وعشب. هذا غير مطمئن أبداً. يا شباب، القنادس ستندم إذا لم تأتي حالاً. كل ذلك بسببي، سيغضبون جداً. لابد أن نصلح السد. نعم، لابد أن نصلحه. كان يجب ألا أتركه وحيداً. أحمر، أوهو، أحمر. البحيرة، ربما ذهب أحمر إلى البحيرة ليرتب جسمه. شكراً يا صغار. لقد بحثت في كل مكان، ولكن أين ذهب؟ أحمر، أحمر. سنبني سداً جديداً للقنادس، هل هذا صعب؟ يمكن إصلاح هذا السد بأربعة أطنان من الأسمنت وعربتي حجر. نحتاج إلى ميمو، أفكاره المجنونة تنجح في بعض الأحيان. أنا أعرف كيف أحضره، سأطلق آلة التنبيه. أحمر، أحمر، أخرج من مخبئك أينما كنت. أحمر، أين أنت يا أحمر؟ هاي، هذا برطمان المخلل، ربما كان عند البحيرة. أحمر، أحمر، بحثت عنك في كل مكان، أين كنت؟ لقد افتقدتك، لم أجدك. والآن أراك تقف في الغابة كل هذا الوقت تطعم الراكون. أنت محشور هنا. بوخو بيانو كان سيطلقه لو رآك، لكن كيف أراك وأنت هنا؟ ها؟ ربما كان يريدني أن أرجع لأصلح معهم السد. أنا سعيد أني عثرت عليك يا أحمر، سأشحنك بالكهرباء عندما نرجع إلى البيت. سآتي معك يا أحمر. رائع، إنها متعة. ها؟ يبدو أنهم يحتاجون إلى المساعدة عند السد. هيا 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 هيا. احذر يا أحمر، هذه شجرة، ربما أمكنني أن أوجهك. لا يمكنني أن أوجهك، أشفط بطنك أرجوك يا أحمر. لقد نجحنا يا أحمر، تفادينا الشجرة. سأحاول أن أوجهك إلى منطقة القنادس. أوه يا أحمر، أعتقد أنه كان يجب علينا السير في هذا الاتجاه. هذا هو الاتجاه الرائع، رائع. اثبت يا أحمر. رائع، هذا منعش. والآن أين ذهب الشباب؟ الماء سيغرق المحل بعد قليل. زعتر وكيمو سيغضبان بشدة. هذا أسوأ يوم في حياتي بالفعل. ضربت البوق عدة مرات ولم يظهر ميمو. هي، ها هو ميمو. حسناً يا أحمر، بين الصخور، وأنا سأوجهك من هنا. هيا، رائع يا أحمر.
إنه يتجه إلينا. لقد نجح، رائع. بدأ الماء ينحسر حقا، لن يغرق المحل. شكرا يا ميمو، شكرا يا أحمر. أوه لا، لقد بنينا السد منذ ساعات قليلة. لقد طلبت من كيمو أن يستخدم طين الخليج مادة الرابطة لكنه لم يفعل. معنى هذا أني غير مخطئ؟ لا، إنه خطأي أنا، لكن أعتقد أنه يجب أن نبني سداً آخر بالطريقة القديمة. ميمو، هل يمكن أن يبقى أحمر في الماء حتى نفرغ من الإصلاح؟ بالطبع، أحمر يسعده أن يعاونكم، ثم إن البرودات تعجبه. جميل، لنبدأ العمل الآن. شكراً، شكراً، شكراً لكم. ماذا؟ أنت محق، إنها تأخذ شكل ثلاجة يا أحمر. رائع، قضاء الليل تحت النجوم ممتع جدا يا أحمر. حقا إنه يوم من أفضل الأيام التي عشناها معا. ساعة كوكو. إنه يوم بهيج يا أحمر، فرسة النهر ستقدم عرض ساعات الكوكو، وكل السكان سيحضرون ساعاتهم الكوكو. نعم يا أحمر، وجدت هذه الساعة التي صنعها لي ساعات جدتي، تشبهها تماماً، وهي على وشك أن تدق. أوه، إنه حبوب، لابد أن نأخذ ساعاتنا للعرض، وستكون هناك ساعات من كل أنحاء البلدة. سلام يا أحمر، سلام يا أصدقائي. من الناحية الفنية، إنها ساعة هوهو وليست ساعة كوكو. العمة نانا عمة كيكي أرسلت لكيكي ساعة العائلة، إنها ساعة كوكو ذات صدى. ما هي الساعة كوكو ذات الصدى؟ حسناً يا حبوب، الساعة كوكو تقول كوكو كلما قلت لها كلمة كوكو. رائع، هذا مذهل. كوكو، 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 كوكو. يا للإزعاج يا ميمو، هل لا توقفت عن هذا الكوكو؟ صباح الخير أيتها الدنيا الجميلة، يا لك من دنيا بديعة. قمامة، يبدو أنه صندوق من الكعك بمناسبة الكعك. يجب أن أشتري بعض طعامي لعرض ساعات الكوكو. إلى اللقاء، خذوا معكم هذه ساعة الكوكو إلى المكتبة، لكن احذروا، حافظوا عليها، لو حدث لها مكروه لن تسامحني عمتي نانا. لا تقلقي، ساعتك الكوكو معنا في أمان. هيا نقف بجوار المخبز، ميمي قد خبزت الآن فطائر القرفة. جميلة. لا ريب أن البلدة كلها وصلتها الرائحة. أهلا ميمو، أهلا حبوب. أهلا بيبو. أهلا بيبو. فطائر القرفة هذه لذيذة جدا. أظن أننا يجب أن نأخذ هذه الفطائر إلى معرض ساعات الكوكو. هي، إنها لا تصدر صوتا. كوكو، كوكو، كوكو. هاي، لا أسمع شيئاً. كوكو، كوكو، كوكو. إنها صامتة. أوه لا، أوه لا، كيف يمكن؟ لكن أنا كسرتها. لكن كيف؟ لم أوقعها أبداً، ستحزن كيكي جداً، وكذلك العمة نانا. أوه لا ميمو، ها هي كيكي. أوه لا، مسكينة كيكي، ستحزن وتغضب، وماذا نقول لها؟ سنأخذها لتناول الآيس كريم أولاً، وبعدها نعترف لها بعد أن تكون قد سعدت. أحضرت طعام لفرسة النهر، هل تريدون أن تحضروا ساعات الكوكو إلي؟ كوكو. صوته عجيب وبطيء لما قلت كلمة كوكو. كوكو. حسناً، لنأخذ ساعات الكوكو إلى المكتبة. كوكو. لعرض ساعات الكوكو. كوكو. هاي، أنت الذي قلتها، هل ساعتي بخير؟ أريد أن أراها. كنا سنخبرك، كنا نريد أن ندعوك إلى آيس كريم أولاً حتى تشعري بالسعادة ثم... لا، 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 لكن كيف؟ لماذا؟ هاي، هل هذه دعابة؟ ليست ساعتي الكوكو، إنه بيت عصافير مكسور، إنه ليس صندوقي، لابد أن أحداً أخذ صندوقي.
وضعتما الصندوق في مكان يسهل تبديله؟ فقط في المخبز. هل كان هناك أناس كثيرون؟ العمة نانا ستحزن جدا، كيف فقدتموها يا شباب؟ لا تقلقي يا كيكي، سنجدها، سنقلب المدينة بحثا، سنجدها حتما. اجتماع طوارئ، اجتماع طوارئ، يلزم حضور الكل إلى غرفة عمليات زانيمو، إنها ترجع الصدى، عندما تقول كوكو، إنها ترجع لك كوكو، ولا بد أن نعيدها إلى كيكي. أين الأمان؟ ليس أنا. الأمر يا جماعة، تيتو يظن أن لص ساعة الكوكو سرق ساعة كيكي. يا للهول، لابد أن أساعد فرسة النهر. لا تحزني يا كيكي، سأجدها، هذا وعد. نعم، وأنا سأساعدك، من فضلك خذي ساعتين معك إلى المكتبة، حسناً؟ سنقلب المدينة بحثاً، إنها موجودة بلا ريب. مسكينة كيكي. لا فائدة، طريق مسدودة. وجدتها، أحتاج إلى مكبر من مكبرات تيتو. كوكو! 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 إنها حقاً بلد عقولها كوكو. ولكن لما تفعل ذلك؟ إني أصيح كوكو في كل مكان حتى ترجع ساعة كيكي الصدى ونسمعه كلنا. كوكو! 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 ها هي! كل الناس يحضرون ساعات كوكو إلى معرض ساعات الكوكو. كوكو! 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 ها؟ ياه! حسناً! كوكو! 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 إنها ساعة كوكو ببغاء! إنها ساعة كوكو ببغاء! يا للتعب والإرهاق! يوم مرهق، كل هذه الضجة من أجل ساعة كوكو. ماذا؟ كوكو؟ لا، أنا لسه ساعة الكوكو. أنا؟ إنها ساعة كيكي المغردة، لكن كيف وصلت إلي؟ لم أخذها. أنا انذار انذار، يا لسه ساعة الكوكو، لقد وقعت بيدي. يجب أن تعلم أنك في مشكلة كبرى. لقد وقعت أنا في مشكلة كبرى. كوكو! 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 يا للمصيبة، يجدونني كلهم، لقد ضعت وانتهى أمري. هل سمعت شيئاً؟ لا أريد أن أغضب كيكي منا، لابد أن نستمر في البحث. لقد بحثنا حتى الآن في كل مكان. حبوب، انظر، شجرة تتسلق السلم إلى نافذة المكتبة. رائع، هيا بنا. لو كان هناك لص ساعات كوكو يا ميمو، ربما كان من الأفضل. ميمو! ها هي. نعم. نعم، سأضعها في أي مكان، والسلام. يبدو أنهما اثنان، ربما يجب علينا طلب المساعدة. لكن لو كانت ساعة كيكي معهما، لابد أن نستعيدها. شكراً يا كيكي، ربما وجد أحدهم ساعتك الكوكو ووضعها في غرفة الساعات. إنهم هنا، لابد أن أختبئ بسرعة. كيكي؟ السيدة فوفو؟ النجدة! 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 ساعدوني! لقد خسرت هذا الكوكو العملاق! ها هي! لقد سمعت صوت ساعتي العزيزة. إنها ساعة الرابعة، ستبدأ كل ساعتي في التغريد. بيبو، النجدة حبيبة. هاي، انتظر يا بيبو. لا لا، أنقذت ساعتي الكوكو. رائع، أنت بطل حقا يا ميمو. كيف وصلت إليك يا بيبو؟ هل كان معك في المخبز صندوق به بيت عصافير مكسور؟ هناك على ما أظن حصل التغيير، أليس كذلك؟ بيت عصافير مكسور؟ لم أكن أعلم ما بداخل الصندوق، كنت أعتقد أنها كعكة، ولم أفطن إلى حدوث البذل مطلقاً، ثم ظننت أنهم ظنوا أني أخذتها فأحضرتها إلى هنا. هذا كل ما في الأمر، صدقوني. آسفة لأني غضبت وثرت، كنت في غاية الانزعاج. لا بأس، حتماً سأغضب لو حدث مكروه لساعة الكوكو. ربما أمكننا أن نتبادل ساعات الكوكو في وقت لاحق. فكرة رائعة، لا أستطيع صبراً حتى يرى أحمر ساعاتك الكوكو. كوكو!
كوكو كوكو كوكو